صباح النور، صباح السعادة، صباح الفل والياسمين والورد الجوري والورود نتاع العالم الكل. نهديه لكم من ليكم أختكم وصاحبتكم وصديقتكم وزميلتكم كوثر بالحاج. مرحبا بكم في برنامج نهارك زين ونهاركم زين على تلفزة تي في. مرحبا بالناس اللي قاعدة تتابع فينا كل وما نجمش كل يوم، ما فوتش الفرصة أني نشكركم على الجيمات وعلى حسن المتابعة وحسن المشاهدة وعلى محبتكم وقبولكم لينا. اليوم برنامج فيه برشة 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 فقرات. عنا طبيبة التغذية اللي باش تجي تنصحنا شنو ناكلوا نهار العيد. عنا زاد اليوم حاجة أخرى مزيانة برشة، اللي هي فيسكو احنا مساسين نهار الخميس نعملوا الفقرة متاع الأطفال، باش نعملوها اليوم لأنه باش نخليه نهار الخميس باش يكون احتفال خاص بعيد الأضحى. نهارين مازالوا على العيد. توب جينيريك. مرحبا بكم مرة أخرى، حللتم أهلا ولزلتم سهلا. برشا ضيوف باش يكونوا معنا، برشا فنانين حبيتوهم وشفتوهم السنة في رمضان. باش يكون زاد اليوم تكريم للمرأة التونسية، المرأة اللي تبدأ فات الخمسين سنة وتبدأ ليها بدارها وليها برجلها وتخدم وزيد فوق هذا الكل وما تسلمش في قرايتها وتتفوق وتاخذ الماجستير. طبعا بعد نكتشفوا تفاصيل هذوما الكل. واللي ما يغيبش على طعام، الطعام بيدو. بونجور شيف امين. دقيقه براسون تو لي تكنيسيان قالوا لي استوي طبليتك. استوي استوي في عقلك شيف. انت قتلتنا كل يوم بحاجه جديده هبلتنا. في عقلك ميرسي رجي بن علي وبوزين هبلتيهم يا رجي. ديما 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 عامله ديما عامله فينا. خليني على الخير انا دبرش سبونسور تاع تونيات انا. ندبروا لك. كان انت دبر شوف لي من لك خويا. شوف اش كان لازم نخيط لك انا سافا. اي بارك الله فيك. خيطهم لك انا. يعطيك الصحة. اي ظاهر اليوم الجو لحم. شد بعضها. بربي مش لحم ولا. لحم لحم على الاخر الجو تفرش. خويا شو فيك الناس بعد تتعارك تو على اللحمة الكبيرة. إن شاء الله لاباس. اليوم باش نعملوا اللحمة في القلة كالعادة، نعملوا في أفكار للعيد. ماك تعرف كوثر الناس ديما تحير في دبارات العيد. فما حاجة اللي أنا لاحظتها برشا الناس تاخذ فيها وأما ردوا بالنا منها. في أمور القلة ساعة خلينا نبدأ. يلزمنا ناخذ قلة كيما جدودنا. قبل في جدودنا في السبعينات والثمانينات الواحد كانوا يحطوا في القلة ويحطوها في التراب ويحطوها كذا، راهو القلة ما يلزمش يكون فيها الفيرنيه. وي بيان سور، ما يلزمش فيها يكون حتى برودوي. يعطيك الصحه، يلزمها تكون طبيعيه كيما نحكي. أكيد. اللي انا خذيتها لا هي مطليه لا هي حتى شيء، خذيتها عاديه. أي. اول حاجه كيفاش نعملوا اللحم في القله حتى من برا. حتى من برا. حتى من برا. ماذا بينا؟ يخرج لك الفرنية يتحرق. مواد كيميائيه هذيك باش كلها بعد بالسخانه تترشق. تحب ولا تكره باش تاثر لك على البول تاع الماكله. احنا ناخذ القله نتاعنا هذه يلزمنا نفخوها نهير في الماء. اي قبل ما نبدا تفضل بور كومونسي. تفضل انت جربي. اي وهذيا من قاع الخابيه اللي قاعده تقول فيه نتاع خبير خبير لا يزي خبير في الطبخ زيد كامل خبير بما انه جربي. صح بارك الله فيك عايشك والله ابا عن جد. ديما تحشمني. ما نحشمكش يا خاطر انت توا كي تقول حاجه فيا انا باهيه يلزمني نشكرك. او ميرسي. كما انت تقول في العباد حاجه نشكروا فيك. دغيا والله انا ما نقول كان في الحقيقه راه. بارك الله فيك. فوالا سي بون. يعطيك الصحة. متفاهمين. متفاهمين في الحكاية هذه، ما فهميش تصنع راه والله بالحق اللي دخل فيه. باهي باش نعملوا اللحمة في القلة. تختار أي لحمة، احنا اليوم خذينا اللحم تاع الكتف. الكتف. سامحني الف خذ. الف خذ. خذينا اللحمات نتاعنا وقصيناهم، تشوفوا فيها العظمة هذه مربوطة ببعض. حس مسكين علوش صغير. أبن لحمة. ناري على وليدي. ديما العلوش باش يكون مراه اسمع ماذا بيا تاخذوا العلوش الصغير خاطر العلوش الصغير لحمته بنينه مشكلة العلوش الكبير. أي. العلوش الصغير ما تقاش فيه برشا مواد دهنيه ما تقاش فيه. اما هذا ما يمنعش. اي. اللي مازالوا نهارين على العيد. صحيح. مشيش تمشيو تاخذوا علوش عمره اقل من 6 شهور. صحيح. راهو ما يضحيش. صحيح. ما تمشيش الضحايا. دونك لازم فوق 6 شهور، اما كي باش تشريو في الايامات العادية تنجموا تاخذوا كما نقولوا نحن علوش حليب هكا ولا. علوش حليب، اما ديما التضحية هذيك معروفة فوق 6 شهور. ناخذ هذيا أول حاجة خلينا اللحمة علوش خاطر العيد، ديما ناخذ شيرة الفخذ، خاطر الفخذ في الكويسون كما نقولوا في الروتي في الواحد ديما عنده نكهة خاصة. هذه حاجة.
باش نحطوا معها الخضره باش نحطوا معها الطماطم. كرمتني يا شيف. هي سيدي سيدي. حتى ما ناكلش ما باش نمشي نطيب ونفرق. ما يسالش ما يسالش باهي باهي كله باهي. عاد نقولوا هنا توا باش نحطوا الطماطم نتاعنا باش نحطوا الفلفل معاها. اي. كان باش تحط البطاطا. كان باش تحط البطاطا طيبها قبل ما تحطه. اه على خاطر تشد اكثر وقت. تشد اكثر وقت. حتى في القله وما تجيبش. وما تجيبش. مسح راسها. هذه حاجه معروفه. فهمني البطاطا الطيبه، احنا تو البطاطا من بعد نقصوها ونطيبوها وحدها ونخلطوها به. بون مش طيبه ملا تصمتها اباغ. اي. فهمتني وبعد تحطها مع الزنجر. احنا ايش باش نعملوا هنا؟ باش ناخذوا الحمام نتاعنا من بعد باش نخلطوه كله لهنا. اما قبل ما ناخذوا الحمام نتاعنا باش نخلطوه باش نعملوا صوص زعره اليوم، مانيش نعملوا صوص حمراء. ايه باش نعملوها بالكل الباز نتاعنا هو كركم. ازعر؟ كله كركم. معناتها انت باش تعمل الصوص تحضرها وترقلها وبعد تصبها في القلب. يعطيك صح. باش تقليها على الغاز. باش نقليها على الغاز نجم هنا عندي دو شوا، عندي زوز اختيارات. يا نقليها على الغاز يا نخلطها كل كيما المصلي ونصبها. انا اما ابا معناها. كي تتقلى شويه وتطيبها وتعدل لها نكهتها واحد وبعد تحطها في القله تجي خير. وما يزم تعرف حاجه راه كيما قلنا جدودنا قبل ما كانوش يعملوا صوص ومن بعد يحطوا كذا اللي يطيبوها في الطابونه، خاصه جماعه الجنوب اللي ماك تعرف الجريد والحامه وقابس وفي الصحراء خاصه. تحيه ليكم كل عام وانتم حيين بخير. يعطيك الصحه وتطاوين والبلايص هذيك كله قبلي راهم كل شيء في التراب وتحت طابونه واحد وكل شيء ما كانوش يقعدوا على عاديه. ايش يعملوا هما؟ يحطوا الحم نتاعهم يفوحوه بالزيت والفيح والدنيا كل. اما فيه سر الحم اللي فيه هو تراه شم قول لي. استنى استنى استنى. هاي تفضل. استنى استنى استنى. زعتر. يعطيك الصح. زعتر. زعتر وتحته الورد الموف ما قلتوش. يعطيك الصح. شنو هو الورد الموف؟ هذاك الزعتر ورقة الزعتر. انا مستانسة به من غير ورد بصراحة. لا علاش ما يعطيك مو خاطر يبدا مرحي برشا ولا يبدا كذا. في الاول من صخيبة خزيمة من بعيد صخيبة خزيمة الحقيقة. هذاك زعتر. زعتر وكليل تحته مخلط. زعتر وكليل يبداو مخلطين. وما هما مثلا يلقاو اخضر كما تعرف توا في الصيف ما تلقاش الكليل الاخضر خاطر يشيح في صعب الشمس وبالسخانة اللي احنا توا موجودين. انا عندي في الدار في مزروع في المحبس كي صح عليك. اسمع مره جايه فزتك النكيه قول لي نجيب لك نعناع ريحان شنو هو اخر كليل نجيب لك فخاء من الدار. عاد قلنا اللفيحه نتاعنا كل باش يتحط هنا هذا هاك كيما تشوفوني ونشوفوا الردبان ماك العروف وريح ومن بعد باش نحطوا الزيت نتاعنا. اي اسمع تعمل لك الماريناد والجو هذاك هو الماريناد باش تعمل الجو هذاك كل قبل كانوا يعملوا ماريناد ولا ليه؟ كانوا يعملوا ماريناد اما ما يسميوهوش ماريناد يقولوا مرقه صوص مرقه اللي هو نحن نسميه. اما المفيد يخليوها تقعد ترقد اللحمه نتاعنا ترقد في اللفاح نتاعها مينيموم نص ساعه. مينيموم نص ساعه. احنا توا هذيك باش نحضروها كالعاده خلينا ناخذ مغيرفه باش شنو باش تحضر لنا بار القله اللحم في القله شيف باش نعملوا هريسه حلوه بسبوسه هريسه اللي تحب انت. نعمو احنا عيد نقعدوا نعملوا حاجه تراديسيونيل. في بالك اللي انت ربي سطرك توا توا. الحمد لله الحمد لله. في بالك ربي سطرك معايا. تهنا وثمان روح. في بالك اللي انا لما تهالك نشوف في التصوير نتاع الهريسه البارح. اي. في الفيسبوك نتاعك. قلت شوفوا شايف امين يخدم في مخه وما عمليش هريسه. سطرك ربي يا شيخ. صدق ربي خاطر انا قلبي اكحل في الماكله. لا لا لطف عليك لا قلبك به بالعكس هذه شو تحكي عن الماكله راه من بعد هكا تذوق وتقول تعيط وتلم الناس وتلم تقول يا ودي جا وكل جا والله قلبك اب به هكاك تسمع والله حشمتني ولا وبلوس المخرج نسمع فيه يضحك محمد علاش هكا علاش هكا محشميني علاش مربي لا مش توا واقع هذا واقع عندك ما تحكي ولا نمشيو لفيروز خلينا نمشيو لفيروز ومن بعد نحكي ولا حلو خاطر علقتوني حشمتوني فيروزيات توت سويت شايف البحر شو كبير مثل البحر تحبك ونحبكم تنجحوا ان شاء الله بقدره ربي اليوم اخر نهار في الكنترول بقدره ربي يا ربي ناجحين وربي ما يخيبش الانسان اللي يسعى والانسان اللي يقرا والانسان اللي يجتهد بتبيع راكم استنستوا بفقراتنا وبالترتيب نتاعهم جوست بعد ما نقدموا الماكله ويجي معنا دكتور اليوم معنا اخصائيه التغذيه مريم التوكيبري مرحبا مرحبا بيك عايشك انت فاجئ فينا الكل الحمد لله لباس عايشك حبيبتي شعلة صافا الحمد لله محلي يعيشك حبيبتي زادة يعيشك ربي يخليك كنا نحكيو في الكواليس قبيله قلت لي انت من مجاز البي بالضبط قلت لي انتم ما عندكم ابن علوش صحيح وعندكم ابن مخارق وابن جبن وابن
بون كيفاش طلعت اخصائي التغذية؟ سامحني معلم تمهنيش هذي الكل، ما تعقدتش؟ خاطر بالعكس هذيك اصل التغذية، هذيك الحاجة اللي باهي لازم نتغذيو منها. اي المخارق وزليبيا اونتر اوتر تبع تبع بيجا في مجلس البيت، فما اكثر العلوش دونك اللي معناتها باش نحكيو عليه، فما جبونات اللي هما بالعكس حاجات باهيه معناتها، وجبن الابيض سورتو احسن جبن نجمو ناكلوه، دونك تغذيه سليمه بالعكس. جوستومون البارح كان معنا طبيب معناتها اخصائي قال انه الجبن برشا برشا يعمل الحجره في الكليوي. اي دونك فو توجور فير اتونسيون خاطر جوست معلومه هكا سيغ انت راك تعرفها المعلومه هذه. دونك موضوعنا اليوم كيفاش نجمو نستفادوا من الماكله نتاع العلوش، كيفاش اون جوان لوتيل لاغرياب، كيفاش نجمو نعيدوا ناكلوا علوشنا من غير ما بعديك نضروا رواحنا. وترسي عند الطبه نتاع الكوليسترول وهاو قلب وهاو معده وهاو، فما عبيد تصير لهم مشاكل نهار العيد سبيسيالمون اللي يقلوا يعانيوا فيها افي. معنا اليوم اخصائيه التغذيه، مرحبا مريم توكبري مره اخرى، باش تنصحنا شنو نجمو نعملوا باش ناكلوا ونشبعوا ونطيروا شهوتنا من العلوش من غير ما نضروا رواحنا. هو لهنا فما حكمه انه يلزم الانسان يسمع بدنه، معناتها الكونتيتي اللي باش ناكلوها حسب كل بدن وقداش نجم يقبل في النهار هذاك. القابليه نتاعها فوالا بالضبط، معناتها ما ناكلوش فوق الشبع، يعني نجمو ناخذوا المشوي نتاعنا بطبيعه نهار العيد معناتها اول ما يتذبح العلوش والكل من بعد باش يمشي مشوي، نجمو نفطروا منه ونتعشاو منه، اما ديما في كميات معتدله. راهو ليكيليبر نوتريسيونيل التوازن الغذائي لازم يقعد موجود، اللي احنا نحكيو ديما على الخضره والغله لازمها تكون موجوده، نحكيو على النشويات اللي هي كيما الخبز مثلا مع سلطه مشويه، معناتها نعبيو المعده نتاعنا شويه سلطه. شويه خبز والا روز والا حاجه معناتها اللي هي تعطي طاقه، وشويه لحم، معناتها مش ناكلوا اللحم 100% نعبيو المعده نتاعنا كل شيء باللحم، خاطر وقتها بالطبيعه باش تصير المضاعفات. دونك هي الكميه هي اللي تحكم فينا نهار العيد، ثاني عيد وثالث عيد، ثلاث ايام العيد ما نفوتوش ثلاث ايام باش ناكلوا اللحم العلوش، من بعد لازم نبدلوا. جوستومون بعد ثلاث ايام لازم نبدلوا، ديجا بدات تكنج الامور وفي العنبر معناتها ما فماش علاش نقعدوا نكملوا بالعلوش. فما عائله مريم في نهار يكمل العلوش راه. برشا معجزه، ما انتش معناتها واقف نهار يكمل العلوش في ستة سبعة من الناس، معناتها كان تحسب لكل انسان قداش ماكل، معناتها حتى من العصبين قول الحمد لله يا ربي منعت. ايوه الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي قطعت منهم. معناها شنو هي النصائح اللي نجموا نتبعوها دونك باش نجموا نعديو معناتها عيد مريقل؟ مثلا شنو هو المشروبات؟ شنو هو لازمنا نرتاحوا ونقيلوا؟ كان حاسين رواحنا تعبنا كيفاش نتصرفوا؟ خاطر بالحق يقول لك فلان ضربت عليه الدوخه. ايه الماء ياكل ياكل ياكل، اش معناتها اللي ياكل برشا علوش تضرب عليه الدوخه؟ اش معناتها ما تطلع له دم سكر كوليسترول؟ خلي فيق وليك الدوخه هذيك مش تفاد ليك راه. اي صحيح. هو شوف شنو نبدا بالمعلومه الاولانيه اللي راهو العلوش ما يلزمش يتاكل في نهار، هو علميا يلزم يرتاح ومن غدوه نجموا ناكلوا منه. اما العاده تقول انه باش ناكلوا المشوي نهار العيد، معناتها هذايا انه ناكلوا العلوش فطور صباح وفطور نص نهار وعشاء نتاع ليل في نهار، راهو لا، معناتها العلوش باش يكون اللحم باش يكون انفع ويكون احسن يلزمه يرتاح 24 ساعه بعد ما يتذبح. المشوي دونك هذاك نهار الاولاني ما يقلقش بالكل، بالطبيعه هنا نحكيو على التوازن الغذائي، فيه ثلاثه حاجات، فيه ليدغاتاسيون شرب الماء بالكدا، خاطر الماء هذاك هو اللي باش يعاون الدوره الدمويه انها تدور كيف ما يلزم، يعاون الكليوي باش يخرج كل الشوائب اللي تحصل في الجسم نتاعنا. دونك لهنا ايتر ونص ايترتين ماء لازم يكونوا موجودين، نحكيو ماء بيغ، مانيش نحكي غازوز، مانيش نحكي سيترونات. والا جو فري بالضبط من غير ما نزيدوا السكر. الحاجه الثانيه اللي هي النشاط البدني، دونك لهنا ماذا بينا ندخلوا شويه المارش والا نلعبوا شويه مع الصغار مثلا حتى اللي عنده جنينه اللي باش يعوم، بيسكو توا صيف معناتها العشيه بعد الماكله نتاع العلوش ما فيها باس، خاطر هذاك باش يعاون انه على الاقل يهضم شويه. بالنسبه اما مش معناتها يعوم على كرش معديه. لا بالطبيعه. ولا يهز ولده بعد ما ضربناه قد قد زاد نمشيو نعوموا. فما ساعتين ديما بعد الماكله هي اللي نجموا نعملوا فيها المخش نتاعنا والا باش نتحركوا فيها ساعتين بعد ما ناكلوا. بالنسبه للحمل العلوش في حد ذاته نحب نقول اللي راهو فيه برشا منفعه، معناتها ما لازمناش نتخوفوا منه برشا ومش لازم ناكلوا منه برشا. المنافع نتاعو فيها برشا فيتامينات من المجموعه بي اللي هي باهيه حتى للجهاز العصبي نتاعنا، فيها بروتيدات اللي تقوي المسكل نتاعنا. بالطبيعه كي باش ناكلوه الحمل العلوش ديما نحيوا الكوش البيضه نتاع الشحم. الطيب ما يفرقش، ولهنا ما فماش مثلا كي نطيبوا نغليه في الماء ومن بعد نطيبوا ينحي الشحم نتاعو، مش صحيح. معناتها كل سوا التطيب يقعد ديما فيه نفس المنفعه ونفس عدد الحيرات. هو الحقيقه باش نقص على كلامك بالعسل دكتور، يمكن انا نعمل هكا مش على خاطر نحب نحي ولا باش نقص مش حام، اما باش نقص من الجو نتاع العلوش باسكو انا مثلا ما ناكلوش
ونبدا ماذا بيا ناكل ماك الطنجره هذيك حتى كان ما كليتش اللحم معناها. دونك شنو نعمل هذايا بون للناس اللي يحبوها، انا نتعامل بطريقه هذايا، نغليه حتى ولو قوت ومشيت ولا لي فيتامين بون ما حشتيش برشا بيهم، نغليه مره بالقدي بالقدي، نحي منه الكلكحه لك الكشكوش اللي تبدا من فوق، وحتى كي تحطه بعد في الطنجره ما يعطيش الجو القوي نتاع العلوش. ساعات يقولوا هذا هبره، نقول لهم لا راهو علوش. اي هو صحيح، قصيت عليك لين قبل عصير. اي هو صحيح، ينقص شويه في المطعم نتاعو. اي توت في خاطر باش يمشي في الماء. دونك هنا الطريقه هذه نجمو نستعملوها الناس اللي ما يحبوش المطعم نتاع العلوش. اما راه ما ينحيش الشحم، جوست هذه المعلومه اللي حبيت نقولها. بالنسبه للماكله توا في نهار العيد والا ثاني عيد، راهو ديما نبداو بالسلطه، على خاطر السلطه هذيك فيها الياف اللي هي تمتص الدهنيات نتاع العلوش. خاطر توا ما عادش نحكيو انه شنو ناكلو شنو ما ناكلوش، اما شنو اللي ناكلوه في ان كونتكست كامل. معناتها نخيل اني ناكل علوش نتمتع به، مش ما ناكلوش معناتها نحيه كومبليتمون الماكله نتاعي، اما قبله هو كي تكون فما سلاطه نكون انا تمتعت، ما نقصت على بدني اكل الدهنيات اللي تنجم تقلقني. دونك لهنا السلاطه هذيك لازمها تكون موجوده. المشروبات ماذا بيا تكون مثلا سيتروناد احسن من الجازوز، ما احسن من السيتروناد، ونقصوا ديما في كميه السكر. اللي يصير لك الناس السؤال الاخراني اللي قلت لي شنو اللي يصير بالضبط معناتها وقت نبشموا شنو الحاله اللي تصير. لهنا راه وقت اللي ناكلوا ماكله تكون دسمه برشا، الدوره الدمويه باش تركز على منطقه الجهاز الهضمي نتاعنا باش تنجم تهضم الماكله هذيك. دونك الدم هذاك باش ينقص على المخ، باش تجي شويه هكا التعب والفشله اللي بعد الماكله، يولي المخ تعب هكا. هذا شنو يصير؟ الحمد لله مش حاجه مخطره، مش حاجه مخطره. هذه بالنسبه للانسان العادي اللي ما عندوش حتى امراض. الناس اللي عندهم السكر، اللي عندهم الكوليسترول، الشحم في الدم، واللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، راهو تصير لهم مضاعفات اذا كان يكثروا من لحم العلوش، اذا كان ياكلوا معاه بطبيعه كميه كبيره نتاع ملح اللي يملح اللحم، اللي ياكلوا معاه كميه كبيره نتاع مثلا مايونيز، نتاع زيت اللي عصلتها من شويه، ياكلوا معاه برشا خبز الطابونه يبدا سخون دونك باش ياكلوه برشا. دونك لهنا بطبيعه السكر باش يطلع، الكوليسترول ينجم في نهار يطلع، دونك هذاك كيف كيف باش يولي اثر على القلب والعمل الوظيفي نتاع معناتها القلب والشرايين. فما مشكله الاسيد يوريك، النقص، لطف عليكم. دونك لهنا كيف كيف برشا ناس اللي هو ما يستحملش اللحم جمله بالضبط. دونك برشا ناس لهنا نلاحظوا حتى في لي سيرفيس معناتها من بعد لي كومبليكاسيون اللي يصيروا هو النقص اللي يصير عند برشا ناس. دونك هنا ارتفاع الاسيد يوريك، الحمض اليوريكي اللي هو يقلق برشا. دونك نردوا بالنا بالحق، احسن باغتي من العلوش تقعد اكل المثلث اللي في الكوتليت. دونك هذيك اقل نسبه الدهون. دونك الناس اللي عندهم شويه الامراض ينجموا ياكلوا شويه من الكوتليت، ومن بعد بطبيعه يبدلوا. جوستومون باش نجيو للناس اللي عندهم تريجليسيريد، الناس اللي عندهم كوليسترول، الناس اللي عندهم دم، الناس اللي عندهم السكر، اكيد باش يتشهى وياكل وربي يشفيهم وما نجموش نحرموا حتى حد معناتها. اما شنو تنصحهم انت توا مثلا، شنو تنصحهم في الكميه، شنو يشربوا من بعد، شنو يعملوا باش ينجموا يهضموا وهذيك ما ياثرش عليهم، وكما قلت انت توا كومبري اللي عنده النقص. دونك لهنا بطبيعه فما صحن هذاك اللي باش يحكم فينا معناتها بالنسبه للوجبه اللي باش ناكلوها، باش تكون فيها من كعبتين لثلاثه كعبات كوتليت، شويه كبده على خاطر المثلثين هذوك اللي ما فيهمش برشا شحم. فوالا بالضبط. شويه كبده، الكبده راهي فيها برشا كوليسترول اما نافعه برشا على خاطر فيها برشا حديد. وطرف اخرى اللحم مثلا معناتها ديما راهو ديجوستاسيون هي باش تصير نهار الاولاني. السلطه ما تتنحاش، وكميه صغيره نتاع خبز، هذه وجبه مثاليه نهار العيد ما نتحرموش. ناكلوا مع المجموعه اللي احنا فيها كو سوسوا معناتها عائله ولا اصحاب ولا اللي هو، خاطر الحرمان هذاك ماهوش باهي. بطبيعه من بعد باش نشربوا الماء، الجازوز راهو الناس اللي يظنوا انه الجازوز يهضم لهم، راهو لا بالعكس، خاطر اللي بيل دو غاز باش يحلوا المعده. دونك الماكله تتفهد في وسط المعده، يحسوا بك الاريحيه. مي الا لونغ تولي المعده محلوله برشا، دونك يوليو ياكلوا برشا. بخلاف انه فيه السكر. دونك هنا خير تكون سيترونات معموله في الدار، بطبيعه تكون صحيه ونظيفه، كميه السكر ما تقلقش. لهنا ديما نحكيو انه ليكار باش يصير في العيد هكا ولا هكا. من بعد ساعتين مشيه خفيفه نتاع 30 دقيقه في الليل، نبعدوا على العلوش، نبدلوا شويه، نجموا نعملوا هذا بالنسبه للمرضى. بالنسبه للمرضى بطبيعه يعني نحاول شهوتهم يزيد. فوالا معناها حصه واحده نتاع الحم علوش في النهار، نهار الاولاني في العيد، والنهار الثاني اكاهو اللي هو يكون في العصبان، بيسكو حاجه معناتها مشتهيه، تكون فيه برشا خضره، السبناخ، السلق، اللي هما هذوكم بطبيعه يعبيوا ويحسنوا عمليه الهضم خاصه. دكتور مريم كونكلوزيون توا شنو تتوجه للناس اللي قاعده تتفرج فينا كونسيرنون الماكله نتاع تمخميخ نهار العيد. باهي دونك لهنا نعملوا على العلوش كهو انا كاغ يتسمى على خاطر فيه برشا دهنيات. دونك ما نزيدوش معاه فريت، ما نزيدوش معاه ماكله تكون دسمه برشا. الاخير عاد فوالا تولي برشا على خاطر. تو تافي ما ننساوش السلطه الخضراء.
معناتها هذيك حاجه لازمه على الاخر معناتها قبل العلوش خاطر كيما قلت تعمل كومين ايبونج ما نحرموش رواحنا ما نحسوش بالندم بالعكس اذا كان نحبوا نصلحوا بعد ما احنا كلينا برشا ندخلوا لاكتيفيتي فيزيك دونك نعملوا مشي باهي نتاع 30 دقيقه 45 اللي باش تندم به برا امشي به صحيت بالضبط خاطر الدم يولي ستريس والستريس يخليك تاكل اكثر معناها ما صلحناش المشكل فينالمون والهيدراتاسيون شرب الماء ما ننساوش شرب الماء ونبعدوا على المشروبات الحلوه جوستومون المشروبات سورتو الغازيه ولا والماء الغازي هذاك باهي ولا لا اللي عندهم مصانع الخشينه اكهو اما الانسان العادي يشرب ماء عادي اللي عنده مصرانه مخشي خشينه رد باله ويشرب الماء الغازي فيما تبقت نجمه تشربوا اوموا ميه غازيه بلاش سكر خير من اللي يولي الجازوز اللي فيها الحاجتين دونك تولي مذره كبيره شوف المنيو نتاعنا اش قولك في اليوم والله هو انا من احسن الوجبات اللي نحبهم هذوما نطيبهم برشا حتى انا خاطر في القله راهو يستحفظ اللحم على المنفعه نتاعو الكل كما قلنا الفيتامينات نتاعو ومعاه هذاك باش نزيدوا معاه الخضره اللي هي الفلفل والطماطم اللي حاجه نشجع عليها برشا اللي هي تحسن عمليه الهضم وتخلينا نحسوا روحنا خفيف ومن غير ما نتحرموا يعطيك الصحه شيف وصلت وصلت هنا حطيت فوحت اللفاح نتاعي عملت المارينات عملنا كركم ملح فلفل اكحل كليل وزعتر شويه نعناع شويه حبق وقاسينا معها تريفات الليمون جويدين. جدوخ. هذه حا. الليمون في الماكله روعه. حاجه. الحاجه الصحيه اللي ما عملتهاش ممكن الاستاذه ما تقلقش. البطاطا ما هي تقلقنا في التطييب بشويه تبدا يبسه قليناها شويه في الزيت استقطبناها من زيتها وخلطناها شويه اما مش كميه كبيره راهي كعبه بركه ولا كعبتين. حطينا تاع البطاطا قاسيناها دي رونديل وخلطناها معاهم. كعبتين طماطم زاده قصيناهم اون جوليان اما جوليان كبيره مقصوصه على اربعه وقصينا الفلفل اون باتوني خلطناهم كل مع بعضهم زدتها شويه دو لوش تاع ماء بعد عملت الزيت والكركم والملح والفلفل الاكحل كل مع بعضهم واللحم مفوه وحده ابار خلطتهم كل مع بعضهم وباش نحطهم في القله نتاعي طب مريقل دونك القله وين باش تحطها شيخ؟ نحطها باش نحطها في الفول عندهم والله هما جبنا طابونه معنا ما يباليش كنت طامع تقول بلاتش تحطه في تراب جنينه لبرا ولا حاجه نخرج نحب نعملوها نعملوها فما حتى مشكل كنا باش نعملوها اما القله هذه ماك تعرف فيها الخطا نتاعها ما تقلقش نجم نحطها هذه مي جوتابل مي جوتابل لا فهمتك فيها الخطا نتاعها انا نشوفهم يكسروها القله كاريمون باش فما هذه الصحيه كما قلنا دونك هذه تنجم تشريها وتدوم لك افي تدوم لك افي تخدم بها برشا مرات تستحفظ على الخطا نتاعها حتى كان الخطا تكسر تنجم تولي تغطي بطرف عجين لهنا فما حتى مشكله فارينا وماء بات مورت ومن بعد احنا هاو العجينه ما فيش باش نستعملوها انا نبعدوا على الالمنيوم كما قلنا على الرصاص خاطر كي يسخن سايب الرصاص والقله ما يلزمش يكون فيها الفرني باش تسيبش الفرني نتاعها باش نعملوا لها طرف عجين من هنا وباش ندخلوها للفور باش ما عادش تتنفس جمله ما عادش تتنفس خاطر نشوف اللي فما تنفيسه من اي صحيح صحيح هذا باش يتغطى كوثر توا الساده المشاهدين هنا بشوفوا هذا باش يتغطى بالعجين باش نعرف من طرف عجين وباش نحطوا خضرتنا ما ننساوش القله نتاعنا لازم تتنفخ على الاقل حاجه 24 ساعه باش تفشل كله كل ريحه تاع الطين وكل شيء يتنحى الوسخ الكل هذه موجوده في تونس ولا واحد لازم يمشي لا لا موجوده 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 وين موجود في المدينه العربي لا لا مش في المدينه العربي موجوده في المارشيات الكل تكون واضحين فمك في كل مارشي انسان يبيع في الفخار جستمع. تمشي تاخذ موجودين في المارشيات الكل مثلا هذه مثلا من المحمديه جاتنا جوستومون انا علاش سالتك خاطر سي سيغ العباد انا بيجي تو نتسائل منين باش نشري معناها فهمتني اللي يمشي للسود مره في العام فبها ونعم نجم يمشي يجيب موجودين. حتى زوز ثلاثه يخبيهم واللي ما نجمش موجود في تونس هذوما تحيه لجماعه الفحص الفحص قاعدين يصنعوا فيهم فما ديزاتولي مختصين يصنعوا في الريحة حتى في المحمديه فما ديزاتولي تاع فخار يصنعوا يخدموا برشا دونك تحيه ليهم وربي يوجههم وربي يوفقهم خير باهي هكا حيينا شويه الصناعات التقليديه شيف ماذا بينا الناس الكل تخدم والناس الكل تستقات ميرسي دكتور مريم كيبري شكرا على وجودك معنا مش اول مره اخر مره ان شاء الله بفضل ان شاء الله نلقاوك نمشيو نحن توت سويت للتلفزه بوتيك اما من بعد باش يكون معنا النجم من نجوم النوبه سنين نكتشفوه من بعد ميتوا اميره العياري تلفزه بوتيك